بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنكمل المحاضرة 28 من محاضرات دورة الجافا سكريبت من كورس الويب ديفلوبمنت، والنهاردة هنكمل الجزء الثاني من تطبيقات أحداث الوقت اللي هي التايم إيفنتس. وإحنا عاوزين النهاردة ننفذ كود، أو عاوزين نعمل كود يتنفذ بعد 3 ثواني من تحميل الصفحة ويظهر رسالة، وعاوزين كمان نعمل كود يمنع ظهور الرسالة دي برضو. تمام كده؟ هنستخدم النهاردة دالة اسمها دالة ست تايم اوت، ودالة تانية اسمها دالة الكلير تايم اوت. تمام كده؟ طبعا احنا هنكمل على الملف اللي فات، والملف اللي فات يا جماعة احنا كنا استخدمنا فيه دالة الست انترفال، ونفذنا فيه فانكشن بتزود قيمة كاونتر معين بكل ثانية، وكان عندي الكاونتر بالشكل دوت. وبعد كده استخدمنا دالة تانية اسمها الكلير انترفال، وكانت بتوقف في الكاونتر، ودي كانت النتيجة. الكاونتر شغال اهو، ولو حبيت اوقف الكاونتر ده بضغط على الزرار يوقف العداد، يسطا اللي هو ده هيروح واقف ايه العداد. تعال نكمل دلوقتي وهنشوف ازاي نظهر رسالة بعد 3 ثواني. هنيجي هنا، تمام كده، وهنعمل variable var بهذا الشكل، سوري var. تمام كده، وهنسمي variable دوت مثلا delete welcome message، delete خلي دي welcome message عشان اختصر هيساوي. تمام كده، وهنقول له set time out. تمام كده، وهفتح قوس، وجوه القوس ده هفتح فانكشن، بالشكل دوت، وهفتح كمان كيرلي براكتس عشان اكتب فيه الكود. وكل اللي محتاجه ان انا اقول له طلع رساله window.alert. تمام كده، window.alert. تبقى احط الرساله بتاعتي، مرحبا بك يا مصطفى في موقعنا القادم. مش كده، دي هي رسالة مفيش مشكلة فيها. تمام، طبعا دي ممكن تعطينا فاصلة منقطة. تمام كده، وبعد كده البارامتر التاني بتاع الست تايم اوت، تمام كده، هيكون الوقت اللي انت عاوز تنتظره، والوقت ده معمول بالملي سكند زي ما قلنا. لو احنا عاوزين نتصل مثلا ننتظر 3 ثواني، هنحط 3000 ايه 3000 ثانية 3000 ثانية. هو ايه اللي حصل؟ هنيجي بس نشوف ال نقفل دي، عربي دايما بيديك مشاكل دايما. نحط 3000 بعد كده فاصلة ايه؟ فاصلة من نقطة، مش عارف هتصرف معاها ازاي. تعال نشوف كنترول اس كده، وتعالى نضغط في 12 وننتظر 1 2 3. ظهرت الرسالة واخدها. تمام، طبعا هو يستحسن ان تحط المسج اللي انت عاوز تظهرها وتحطها في فاريبل، علشان بس ما تغرقش طريقة العرض فين داخل ال داخل الديريم ويفر وتعمل لك المشكلة دي. طالما ما بحبش اللغة العربية، عشان كده لو احنا بنكتب بالانجليزي هيكون عملية اسهل شوية من كده. شايف كده الكود كده، تحس انه ملخبط شوية. تمام، فيستحسن تحط الرسالة دي في فاريبل هنا فوق، مش كده، وبعد كده تحطها جوه البتاع دوت على اساس ان هي الفاريبل. تعال نعملها كده احسن، var message يعني مثلا هتساوي مصطفى، مرحبا بك يا مصطفى، مرحبا بك يا مصطفى في موقعنا القادم. تمام كده، تمام، ونقفل المسج بتاعتنا دي بسيمي كولون، او نقفل الرساله بسيمي كولون. وبعدين تعالى نشيل الدنيا دي كلها، ونقفل تمام. يا
يبقى كده القوس بتاع دوت، ودي القوس اللي عندك اللي هو بتاع الاليرت مسج، القوس بتاع الاليرت مسج هيكون قوس عادي. تمام كده، حط فيه بس ايه الان عشان بس بشكل مظبوط. تمام كده، كنترول اس وتعالى F12. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، والرساله ايه صحت كده. افضل فين في العرض حتى. تمام كده، تمام. طيب طيب دلوقتي احنا عرضنا الرساله ديت. تمام كده، عاوزين نعرف طريقه كمان نوقف بيها الرساله دي قبل ما تعرض، يعني نعمل طريقه تانية نوقف بيها الرساله دي قبل ما تعرض. هنيجي نعمل بوتن تاني فوق هنا، بوتن بوتن بهذا الشكل، وهنخلي الاي دي بتاعه عباره عن برده P1 عشان ياخد نفس التنظيم بتاعه يعني. وبعد كده هنعمل اون كليك، اون كليك كليك بالشكل دوت. وفي الاون كليك دوت هنقول له احنا عاوزين دلوقتي نعمل كلير للتايم اوت، كلير كلير للتايم، خليها كابيتال تايم اوت. تمام كده، للمتغير اللي شايل داله الست تايم اوت اللي هو الدي دي دبليو ام، الدي دبليو ام. طبعا اختصرت اسم المتغير عشان ما يبقاش كبير قوي يعني الكلام ده كله. تمام كده، وبعد هنا هنقفل البوتن وهنقول له وقف، وقف ظهور الرساله يا معلم. اوكي اوكي كنترول اس. تمام كده، تعالى نضغط F12 ونشوف الدنيا هتحصل فيها ايه قبل ما ينتهي الاداء. هضغط كده هبص لها عدى ايه، عدى الرساله. تاني اهو F12 F5 رحت مفتوح هنا، ادي واحد اتنين تلاته الرساله بتظهر. طب لو ضغطنا F5 تاني، ماشي، واحد قبل ما تظهر الرساله تكون ايه قفل. يبقى كده قدرنا نقفل ان احنا نقفل يعني نتحكم في ظهور الرساله من عدم ايه، من عدم ظهورها عن طريق الداله بتاعه الكلير تايم ايه تايم اوت. يبقى عرفنا دلوقتي في الاحداث بتاعه الزمن او احداث الوقت، مش كده، اللي هي التايم ايفنتس، ان احنا نستخدم داله السيت انترفال. تمام كده، بحيث ان انا استخدمها عشان ابديت كود معين كل فتره زمنيه معينه، وازاي اعمل كلير للانترفال. تمام كده، بحيث ان انا اوقف التنفيذ بتاع الكود دوت، وكمان ان انا استخدم داله سيت تايم اوت بحيث ان انا انفذ كود معين بعد فتره زمنيه معينه، وازاي كمان اتحكم في توقيف الكود دوت كلير الانترفال. تمام كده، عشان ما يتنفذش في الفتره ديت. تمام، بكده نكون خلصنا الجزئيه بتاعه التايم افنتس او احداث الوقت، وان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه باذن الله من جافا سكريبت. اذا عجبك الفيديو اعمل لي كومنت، لايك، شير لي، واذا عجبتك القناه يا ريت تعمل لي سبسكرايب داخل القناه وكل المشاهدين علشان نوصل ل 10000 مشترك. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي لعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.